تعالوا نشوف اللقطة دي. شايفها ده مشهد من مسلسل ترند الفترة دي اسمه موضوع عائلي لمجد الكدواني. بيني وبينكم كده انا مش متابع المسلسل ده ولا عارف هو بيحكي عن ايه اصلا. يا دوب شفت لي كام فيديو كده على السوشيال ميديا بيطلعوا لي مشاهد من المسلسل ده. كنت مع ناس صحابي فرجوني على حلقة بس ما كنتش ان قوي ان انا اتفرج واكمل المسلسل. بس من اسبوع تقريبا لقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الحلقة الأخيرة. وكان عندي فضول اعرف ايه اللي بيحصل في الحلقة الأخيرة يخليها ترند بالمنظر ده. وكمان ما كانش عندي وقت ان انا اشوف كل المسلسل ولا 11 ولا 12 حلقة تقريبا، فقلت اتفرج بس على الحلقة الأخيرة وانا هفهم الدنيا ماشية ازاي. اتفرجت على الحلقة وفعلا ماجد الكدواني كان بيمثل حلو جدا، بس وقفت قدام مشهد كتير قوي لدرجة ان انا اتأثرت بيه وعينيا دمعت. وده مش عشان انا مرهف الحس ولا حاجة، لكن المشهد ده رجعني 15 سنة لورا وافتكرت ابويا الله يرحمه ويغفر لي. انا عشت مع ابويا ايامه الأخيرة فترة كانت صعبة عليه جدا لإصابته بمرض السرطان يبعده عنا كلنا. فالمشهد كان كالتالي، المشهد كان ماجد الكدواني قاعد وسط عيلته تقريبا وماسك بنته حاضنها وبيقول لها ما تقلقيش ومبتسم ابتسامه كده عشان يطمنها. ولما عيلته طلعت بره الاوضه وما بقاش غير اخته بس معاه في الاوضه، انهار بالبكا وكان عامل زي الطفل عشان خايف يموت، خايف يموت ويسيب بنته لوحدها في الدنيا دي. وده رجع لي قد ايه الاب ممكن يكون جواه خوف وألم الدنيا كلها، بس قدام ولاده بيحاول دايما ان هو يبعد عنهم احساس الألم والخوف ده. يحاول مثلا يطمنهم بابتسامة، حتى لو ابتسامة صغيرة يحسسهم بيها ان هو تمام زي الفل يا جماعة، مفيش اي حاجة، اطمنوا باباكم لسه واقف على الرجل. بالرغم ان هو انسان طبيعي من حقه في الوقت ده ان هو يصرخ، من حقه ان هو يعيط، من حقه ان هو يتألم، بس الاب معظم الابهات بتختار حتة ان هم ما يحسسوش اولادهم بالالم ده. ابويا الله يرحمه انا عشت معاه نفس الموقف تقريبا، وهو بعد اصابته بالسرطان وجلسات الكيماوي المؤلمة جدا 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 عليه، وقد ايه هو في ايامه الاخيرة كان تعبان، حتى ما كانش عارف ينطق من كتر الالم اللي موجود فيه، مش عارف يتكلم، مش عارف يعبر. كل اللي كان بيقوله لي هي نظرة اطمئنان، بيقول لي ما تقلقش، من عينه حاسس ان هو بيقول لي ما تقلقش الموضوع هيعدي، او حتى بيديني ابتسامة خفيفة كده اللي هو اطمن عليا ما تقلقش. ونقف هنا واقفة عند دور الأب في حياتنا يا جماعة. في ناس كتير عفها الأب بالنسبة لهم ما هو إلا بنك متحرك، وده أنا بشوفه إن هو بيبقى عيب متبادل ما بين الأب والأبناء. الأولاد وخصوصا الجيل الجديد اللي طالع، أنا حاسس إن هما ما عندهمش الرهبة بتاعتنا بتاعت زمان بتاعت الأب. الأب لما كان بيخش البيت بيبقى ليه رهبة معينة كده، أنا حاسس إن هي اتلغت في الوقت الحالي في الجيل الجديد اللي طالع. ما أنا مش عارف بقى ده بسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا اللي إحنا بقينا فيها فده بيقلل دور الأب، أو هما نفسهم كانوا محتاجين وهم بيتأسسوا من وهم صغيرين على ان دور الاب ده كبير جدا، غير ان هو مجرد حد بيديك فلوس وخلاص. وكمان ما بعيبش على الاولاد بس، بعيب كمان على بعض الاباء اللي اليومين دولت بيعملوه. للاسف هم نفسهم ما بيدوش اولادهم سبب قوي او يزرعوا فيهم حاجه قويه يخليهم يتعلقوا بيهم. عارف ان الدنيا صعبه دلوقتي، وعارف ان انت بتشتغل دلوقتي عشان تجمع اكبر عدد من الفلوس عشان تعيش ولادك ومراتك في مستوى اجتماعي معين، لكن بعض الاباء بتنسى وهي بتعمل الجزء المهم ده انها تعمل جزء اهم منه بكتير جدا، هي انك تصنع الشخصيه اللي هي انك تعمل شخصية لابنك، ازاي تزرع فيه القيم والمبادئ عشان يطلع انسان صالح. للأسف الشديد انت بتسيبه للسوشيال ميديا هي اللي تبني شخصيته من الفيديوهات اللي بيشوفها ومن الحاجات اللي بيفضل يعمل عليها لايك وكومنت، الحاجات اللي بتبقى عليها ترند، ده اللي بيبنيله شخصيته، عشان كده هو مش مقدر دورك في البيت. على فكرة اللي انا بقوله لك ده استثمارك في انك تقوم او تبني شخصية ولادك هو استثمار بعيد الامد، هو استثمار لدنيتك واخرتك. وقت وفاة ابويا وانا زعلان جدا وعمال عيط وابكي عليه، واحد صاحبه جالي وقال لي اللي بص يا حسين ركز في الكلام اللي هقوله لك ده، انت لو بتحب باباك فعلا ادعي له، ادعي له بصدق، ادعي له ان هو يخش الجنه، ادعي له ان ربنا يغفر له، لان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع بيه، او ولد صالح يدعو له. يعني استثمارك دلوقتي في ابنك في انك بتقومه وبتبني له شخصيه كويسه قادره ان هي تخليك ممكن ربنا يغفر لك لما تيجي تتوفى، او ممكن حتى تخلي سيرتك مكمله معاك في الدنيا. كل اللي يشوف ابنك يقول له ربنا يرحم اباك، ربنا يرحم اباك، يفتكروه يدعوا له، هي دي الحاجه اللي مكمله معاك من سيرتك. ابويا الله يرحمه توفى في عز شبابه وهو عنده 41 سنه. ابويا اتجوز وهو صغير وخلفني تقريبا وهو عنده 26 سنه. انا عشت مع ابويا تقريبا 14 15 سنه من عمري، بس عشت معاه وشفت قصته وهو بيبنيها من الصفر لحد ما عمل اسمه، لحد ما بقى اسمه يهز اي مكان نروحه من حب الناس فيه. يوم قعدت كنت سرحان وسالت نفسي سؤال: هو ابويا اثر فيا ازاي؟ افتكرت شويه مواقف انا ما كنتش مدركها من وانا صغير، لما فكرت فيها من وانا كبير لقيت ان ابويا كان بيعمل المواقف دي معايا عشان يرسم شخصيتي بقلم حبر، وعشان انا كنت صغير ساعتها فانا مش مدرك هو بيعمل معايا المواقف دي ليه. مثلا زرع فيا التزامي بالصلاه من وانا عندي 9 سنين،
جابني كده وانا عيل بلعب، عمال العب في الصاله عندنا، جابني كده قال لي حسين بقول لك انت عندك كام سنه؟ قلت له 9 سنين يا بابا. قال لي طب هات ورقه وقلم وتعالى. قال لي انت عارف ان الصلاه عماد الدين وانت كبرت خلاص، فانت دلوقتي محسوب عليك صلواتك، دلوقتي هكتب لك التشهد وهكتب لك الخطوات اللي المفروض تعملها وانت بتصلي، صلي قدامي دلوقتي وريني هتصلي ازاي، هعلمك ازاي الوضوء الصحيح. ومن الصلاه الجايه، الصلاه الجايه كانت العصر، قال لي من صلاه العصر في الجامع اللي على اول الشارع ده عايزك تروح تصلي وما تفوتش فرض بعديها. وفعلا انا من ساعتها ما فوتش ولا فرض، الحمد لله ان يعني ربنا يديم عليا نعمه. زرع فيا من وانا صغير ببعض المواقف اللي كان بيعملها معايا تحمل المسؤوليه، ودايما كان بيقول لي انت راجل وتتحمل المسؤوليه ويسيبني اعمل حاجات كتيره كده. انا ما كنتش عارف ليه ممكن يخلي طفل عنده 9 10 سنين يعملها، لا هو كان بيعملها بغرض ان هو يفهمني معنى الرجوله الحقيقي. انا افتكر له حتى مره كان رايح عمره لوحده، وكنت انا ساعتها تقريبا في 5 ابتدائي، قال لا حسين لازم يطلع معايا العمره ويطلع معايا لوحده انا وحسين بس. فعلا في السفريه دي خلاني اعمل حاجات كتيره جدا واتحمل فيها المسؤوليه، وخلاني كمان اتعلق بديني اكتر واكتر. انا لو اتكلمت وحكيت كل المواقف اللي كان ابويا بيعملها معايا، ولما كبرت لما كنت بفتكر المواقف دي بادرك قد ايه الموقف ده اثر في شخصيتي في حته معينه، مش هيكفي 24 ساعه الفيديو ده. الاب يا جماعه حاجه كبيره قوي 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 بجد والله. انا ابويا وحشني جدا، وكان نفسه يبقى معايا الفتره دي في حياتي عشان يشوف ابنه وصل لفين وقد ايه الناس بقت تحبه، واشوف نظره الفخر في عينيه. انا مش زعلان ان هو سابني بدري ومشي، انا عارف ان الحاجه دي ما كانتش بايديه، بس اللي متاكد منه انه هيجي يوم هقعد معاه وهحكي له ايه اللي حصل بالتفصيل الممل. فكل اللي بطلبه من اللي بيتفرج على الفيديو ده، لو انت وصلت للحته دي، انك تدعو له بالرحمه والمغفره، وادعو للبشمهندس سيد فتحي بالرحمه والمغفره، يعني لو انت بتحبني او انت شفت الفيديو ده بالصدفه. فرسالت ليك لو ابوك لسه عايش، روح بص راسه واقعد جنبه وافهم منه وتعلم منه خبرات اللي هو اكتسبها في الحياه دي، حسسه انك جنبه، حسسه انه مخلف راجل. واعرف ناس ما بتحبش ابوها عادي، بس يعني لو ابوك متوفي وسواء كنت بتحبه او لا، ادعي له بالرحمه، دايما افتكره في صلاتك وادعي له بالمغفره والرحمه، لان اللي انت بتعمله مع ابوك دايما هيترد لك من اولادك. يا جماعه لا، الاب حاجه كبيره قوي قوي قوي. بس هما دولت الكلمتين اللي كانوا في قلبي لما شفت المشهد ده بصراحه، وقلت اطلع فضفض معاكم، يعني افضفض مع مين تاني غير حبايبي. بالاخر عايز اقول لك لو عايز تشترك معايا في التدريب اونلاين وتبدا رحله الفورمه مع انفورما، كل اللي عليك تخش على اللينك اللي سايبه لك في وصف الفيديو او في اول كومنت، دوس عليه تختار الباقه المناسبه ليك وهنتواصل معاك اشرح لك كل التفاصيل عشان نبدا رحله الفورمه يا فورمه مع انفورما. بالاخر احب اقول لكم خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من اللي حواليكم. سلام.